تعز الشهر الماضي شهدت ارتفاعا بنسبة انتهاكات ميليشيا الانقلاب مقارنة بأشهر ماضية، حيث أعلن ائتلاف الإغاثة في تقريره لشهر أبريل عن استشهاد 104 شخص وجرح 257 آخرين بينهم نساء وأطفال بنيران ميليشيا الحوثي وصالح في محافظة تعز. ولم تسلم المنازل من التدمير، حيث استهدفت الميليشيا 23 منزلا ومنشأة الشهر الماضي. نطالب المجتمع الدولي الضغط على جماعة الحوثي وقوات صالح بأن يسحبوا قواتهم من مداخل المدينة المحاصرة، وأن يضغطوا عليهم بالكف عن استخدام الأسلحة العشوائية والهجمات العشوائية ضد المواطنين. موجة النزوح والتهجير ارتفعت نسبتها، حيث أشار الائتلاف أن 188 أسرة تعرضت للنزوح والتهجير القسري من منازلها في مناطق العفيرة والكدحة والثوباني في الريف الجنوبي لمحافظة تعز، ولم تحصل هذه الأسر على مساعدات إيوائية كافية من المنظمات الدولية. وجاءت أمطار الصيف والسيول لتزيد من معاناة السكان المحاصرين بغرق عدد من المنازل والتجمعات السكانية. القصف فوقنا، كل حاجة فوق احنا، وحنا متحملين بالصنادق هذه، ما فيش اي حاجة، نامس، الذباب، الجراثيم، البيئة، يعني كل حاجة. عدد النازحين والمهجرين قسريا في محافظة تعز خلال الشهر الماضي 188 أسرة في مناطق العفيرة والكدحة والثوباني. هذه الأسر انتقلت إلى مناطق أخرى، إلى أسر بديلة، بعض هذه الأسر لم يجد مأوى حتى اليوم. معاناة سكان تعز ما بين ويلات الحرب والحصار واحتجاز الميليشيا للإغاثات الدولية، وهما جعل نداءات الإغاثة العاجلة تتكرر للمنظمات الدولية لإدخال مساعداتها الإيوائية عبر المنفذ المحرر حتى لا تحتجزها الميليشيا كما في السابق. ما بين القصف العشوائي واحتجاز ميليشيا الانقلاب للإغاثة يعيش سكان تعز ويلات الحرب، وهو ما يضاعف معاناتهم شهرا بعد آخر. بلال الصبري، الإخبارية، تعز.